حذيفة وخاصة صنع رياض محرز وزوجته والضيوف في حفل زفافها اللافت. في حفل زفافها الذي تصدر الترند وهو ارتداء العروسين ومعظم الضيوف للملابس التقليدية الجزائرية. فماذا تعرفون عن الملابس الجزائرية التي ظهر بها ضيوف محرز؟ ظهرت العديد من النساء باللباس العاصم المعروف هو الكراكو الذي يتكون من قطعتين، الأولى غالبا ما تكون سترة من قماش القطيفة مطروزة بخيوط ذهبية وهي إما الفتلة أو المجهول، بالإضافة إلى السروال الشلق الذي يكون إما من قماش السترة نفسه أو من قماش الحرار. البلوزة أيضا كانت حاضرة في الحفل وهو اللباس الخاص بمنطقة الغرب الجزائري خاصة وهران. تتميز البلوزة بالصدرية التي تكون مرصعة بالأحجار الملونة ومعبأة بالخرز والعقد، تكون بالصدر مفتوح إلى غاية الأكتاف بشكل قوس، وعادة ما تكون ذات أكمام قصيرة ويضاف إليها الحزام. كما كان القفطان حاضرا ارتدته العروس وبعض ضيفاتها، وحتى ميلا ظهرت في حفل والديها في القفطان. وماذا عن اللباس الرجالي الذي ظهر به محرز وسليماني وغيرهما؟ ارتدى محرز جبادورا وهو زي تقليدي جزائري رجالي، اصل الكلمه عثماني وتعني لباس الرجال الدولتي، وهو نوعا من القفاطين القصيرة تعود أصوله إلى بداية 1515 ميلادي مع الوجود العثماني في الجزائر، ثم تطور مع الزمن ليأخذ طابعا محليا جزائريا، وغالبا ما يكون عند الركبة أو قصيرا عند الورك أو مفتوحا من الأمام، يصنع إما من القطيفة أو الحرير. شهد هذا اللباس الرجالي تطورا بشكل عصري واصبحت ترتديه حتى النساء. وانتم ما رايكم في فسيفساء اللباس التقليدي في زفاف محرز؟ وما هي الالبسه الجزائريه التي تشتهر بها منطقتكم؟